عيني هاي سيارتك جاي احط لها بنزين. يلا بعد خذها هناك. هاي صارت ماتي بيها بنزين. السلام عليكم شباب، طبعا اليوم جابيكم فوتبول. طبعا اللي يشوف شاف الحلقه اللي راحت ضربته 5-0 لعبولي، فجبته المره نفس روكت ليج. تعرفون روكت ليج سيارات ها وطوبه. طبعا شوف خليني اقول لكم شغله، صار لنا ساعه نلعب ها لانه جاني نتعلم اللعبه وغلبته 2-0 وكان تحدي بس للاسف ما كان يصور البرنامج. كذاب ولد ما عندك دليل. حبيبي ما عندي دليل بس يعني هاي ببالي انا غلبتك وانت تعرف وانا اعرف. هاي شنو ايش في راسك؟ هاي انت تسوي شنو ودي تسوي؟ لا انجز المهم طبعا شباب راح نلعب من جولين. ارجع شويه للدائره حتى نبدا سويه. رجعت شنو رجعت؟ واحد اثنين ثلاثه. لا ليش تفت؟ لا يا الله شنو جو؟ تعال او ماي جاد هاي شنو طلع؟ تعال يا اخي مو صار لي ساعه مشيها. خطفتها من يمك. يا اخي تموت ضحك وتتعب. اوه ماي جاد يا اخي المشكله انا ما العب روكت ليج قد ما صعبه. هاي اصعب من روكت ليج والله اصعب. اصعب وي انا هم لاعب هذيك. وهذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا الاول. اوه خليني اجيب لك اياه للنص. حجي باع الطوبه لعبتي. الطوبه شنو لعبتي؟ 5-0 وهسه 2-0 وهسه راح اعيدك كلمه 2-0. ايش تريد بعد؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. لا سنعوض. لا هو شنو؟ عصب 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 كل شيء ولا عبود ايش عصب؟ سنعوض كل شيء. لا يا اخي شوي شوي ولد شوي لك. لا بعرف بدك اوه ماي جاد يا اخي انت اسوء سايق شفته بحياتي. يا سيارة عوض. لك تعال تعال وين؟ والله العظيم سايق. اوه ماي جاد. بابا وين يروح؟ تعال تعال. يا اخي فوت من الطابة من يم الطابة انت ايش راح وين؟ لك يا سيارة ما جات الظبط. اي اي ميسي اي كويس. اوه ماي جاد يا اخي متى اقدر اعمل من الضحك؟ ضحك مع نفسه. راح اموت من الضحك يا ربي. اثبت اثبت شوي 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 صار ساعه تجيب بيها. شو تجيب بيها وتركب على نفسك؟ لك شنو ما عندنا دفاع ما عندنا دفاع. خلاص تجيب على نفسك ما عندنا دفاع. شوية شوية. إيه 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 إيه. حلق الجوال أنا شو ما طبيت؟ وين الفار؟ يمكن طبت هي. لا ما طب. لا 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 لا. يلا طبوه. هذا موقف نص الجول. موقف نص الجول. شايف هذا اللي يقول يلا طب معه على اساس يعني راح يصدق. لا ما التحكيم وياك ما التحكيم وياك. قلت شي من باب الشمس. ادور يعني تعال قبل حجي باع الظاهر الظاهر انا اقوى منك بالطبق قاطعت. شوف انا اتحداك تحدي الجاي. التحدي الجاي عبودي مو طول راح نلعب هاي السيارات بس سباق. راح اسوي لك ماب رهيب يعني ما بصعب بشكل مو طبيعي لا انا ولا انت نعرفك ونلعب سيارات شباب. ماشي شباب شكرا على المشاهده ولا تنسون اللايك. نشوفكم بالحلقه الجايه. سلام. طبعا كل تحدي طوبه يزين الغباء طولي عبالي يعني لاعب محترف طلع. قولت علي.